زينكول فتاة لبنانية تنتهج أسلوبا جديدا للتعبير عن رأيها بحرية بابتداعها طريقة فنية ومسلية نتابعها. إلى منى وهبي في بيروت هتنقل لنا صورة واقعية لأحد متصفحي وكتاب شبكة الإنترنت. اتفضلي يا منى. شكرا عامر. يعني قصتنا من بيروت عن صبية لبنانية صممت موقع إلكتروني خصص للكتابة وللتعليق على أمور حياتية مختلفة. يعني من المعروف يا عامر أنه اللبنانيين ما بيوفروا طريقة أبدا إلا وبيستخدموها للتعبير عن آرائهم وللتواصل مع الآخرين حتى لو كانت هالآراء متضاربة. وهالمرة كان الأسلوب متجدد ومختلف مع الصبية اللبنانية مايا زنكول. مايا صممت موقع إلكتروني أو بلوج اسمه الأمالغام للتعليق على أمور حياتية بتواجهها هي كل يوم، أمور اجتماعية، أمور سياسية، أمور إنسانية. عن هالموضوع برحب بضيفتي صاحبة البلوج مايا زنكول. أهلا وسهلا فيك مايا. قبل ما نبتدي بحديثنا رح نتابع هالتقرير للزميلة رولا نجم. هذا الرسم أو سكتش الذي تعمل عليه مايا زنكول يعبر عن انزعاجها من الطريقة التي تعامل فيها مكتب خدمة الزبائن في أحد المصارف في بيروت معها ذات يوم. هذا الموقع الإلكتروني أو البلوج صممته مايا للتعبير بأسلوب ساخر ومضحك على بعض المشاكل التي يعاني منها المجتمع اللبناني. في كتير مشاكل بنواجهها كل يوم، هول الأشياء بنتقدهم حتى بركة فينا نحسنهم، يعني على كذا ليفل، إنه لو كل واحد بيعبر عن حاله ومنفتح لبعض شوي، كل واحد بيكون عنده مثلاً لو في كذا بلوج كل واحد بيكتب فيه، إنه هاي بتفتح العالم على بعضها وبيصير في أكثر بيس واستقرار بلبنان وأقل تعصب وأقل مشاكل إنه سياسية أو حزبية أو شو ما كان. وكان بديهياً أن لا توفر مايا الحملات الانتخابية الحامية واللوحات الغنية بالأفكار القابلة للنقد، ولا سيما تلك التي وجهت رسائل مختلفة إلى النساء في لبنان. بيسكلي في عنا هيدي The Famous Trilogy relating للومن، بلشت أول شيء بسوابع الإيفات، رجع ردوا لسوا إيغال إيفات، ورجع طلع لنا دايموني اللاجري Vote for me. يعني المرأة اللبنانية إنه ما بتعرف أي وحدة بتمثلها، إنه هي لازم تكون حلوة أو لازم تكون إيكوال لا ما بعرف شو. فهلأ المرأة اللبنانية عن جد عندها كتير أسئلة براسها ما بتعرف كيف رح تجاوبه. هذا الموقع الإلكتروني الذي تضع فيه مايا من حياتها الشخصية ومن تجاربها تعدى هدفه الأساسي وهو النقد ليصبح مساحة تواصل بين اللبنانيين هنا وفي الخارج. هلا عم يصير لي كثير فيدباك حتى من الناس عايشين برات لبنان، انه بس يشوفوه بيحسوا حالهم رجعوا على لبنان، انه هيدي الاسنس تبع اللبنانية، انه يلي عم بلقطها. اوكي في مشاكل، اوكي في كل شيء، بس قد ما في بجرب البلوج انه اضحك على كل شيء، انه مثل نطلع فوق لهالمشاكل نضحك عليهم. مايا زنكول الفتاة اللبنانية التي عادت إلى لبنان من السعودية منذ 4 سنوات نالت قسطها من الشهادة على بعض ويلات لبنان، لكنها لا زالت تأمل أن يصبح هذا الوطن وطناً أفضل في يوم من الأيام. رولا نجم، بيروت. عن جديد.